وتعالوا نشوف عندي الشوربة ازاي هنعملها. الشوربة سهلة جدا، شوربة خرشوف نفس الكلام برضو، عندي زبدة او زيت، تعالوا ننزل المقادير بتاعتها ونعمل شوربة خرشوف. هنعملها بالمشروم، فنقدر نعملها مكعبات صغيرة او ممكن احنا نفرمها بالهاند بلندر او بالخلاط. المقادير قدام حضرتك اهيت، بسم الله عينيا حمد. عندي ايه بقى؟ عندي شوية زيت وزبدة، عندي ثوم مفروم، بصل مفروم، عندي الخرشوف اللي احنا سلقناه، وعندي المشروم، عندي بقدونس وكزبرة مفرومين، وعندي كريمة طهي، وعندي المية السخنة اللي هبدأ أشتغل فيها. طيب خلينا الأول نشتغل نحمص الحاجة كويس أوي اللي على النار، اللي هي البصل والمشروم والخرشوف مع بعض الأول، وبعد كده نبدأ نضيف بقية الحاجات. حط حلة عندي على النار وأضيف عندي شوية من الزيت، وبعد كده نروح عندي مع شوية من البصل الصغيرين، اللي عايز يفرمها بقى يفرمها، اللي عايز ياخدها مكعبات كده زي ما هي مفيش اي مشكله. احط عندي معلقه زبده برضو مع شويه زيت، نحمص عندي البصل، واجيب عندي المشروم او الخرشوف اقطعه مكعبات صغيره، ونبدأ ان احنا نشوحه مع البصل والثوم. ناخد عندي الخرشوف بعد ما قطعناه ونبدأ نحطه مع البصل والزبدة والزيت، ونحط فصين اتنين ثوم مفرومين معاهم، تمام كده. مشروم بقى هنبدأ نطلعه، نقطعه مكعبات، قطعنا المشروم مكعبات، فايدة المشروم طبعا مع الخرشوف حاجة حلوة جدا. تمام، نقلبهم مع بعض، عندي كمان شوية مشروم بصراحة بيدي طعم حكاية للشوربة. واسيبهم عندي يتشوحوا كويس، وبعد كده اقوم مديهم عندي المية السخنة مع شوية الملح، وممكن اضيف لهم شوية كريمة في الاخر، وشوربة صحية جدا وجميلة، وممكن ما نضيفش الكريمة كمان، نضيف مية سخنة بس. طيب تعالوا نشوف عندي السلطة ازاي نقدر ان احنا نعملها عندنا بطريقة بسيطة جدا. اول حاجة عشان اعمل السلطة بقوم جايب عندي طاسة صغيرة، بسم الله، اهو السلاج المحترم ده برضو شغال، اجيب مشروم يا عم حمدي كده، شوية ملح صغيرين في المشروم، وشوية زيت. مقادير السلطة قدام حضراتكم على الهوا. أول حاجة بس المشروم هاخده هسويه في الفرن روستو، يعني هاخده كده المشروم زي ما هو بزيت وشوية ملح صغيرين، وندخل عندي الفرن.
اللي عايز ياخده سوتيه على النار برضو مفيش مشكله، هيبقى زي الفل، مفيش اي في اي مشكله خالص. هنجيب بقى بوله عندي هحط فيها الحاجات، الفلفل الالوان، ثوم عندي، الطماطم هجيبها، اللحم، قلب خصايه كده محترم بلدي، معلش يا حمدي. ولو عايز حد يحط خس كابوتشا ممكن يضيف خس الكابوتشا برضو، يقطعه ورق. نبدأ نجيب عندي بقى المية السخنة ونبدأ نحطها للشوربة بتاعتنا ونديها شوية الملح والفلفل ونضربها بالهاند بلندر، لكن مش دلوقتي لما تغلي طبعا، هنضربها بالخلاط او الهاند بلندر وبعد كده نديها الكريمة ونرجعها تاني على النار. يا استاذة منى معلش اتصلي بينا تاني. نرجع بقى للسلطة، حط عندي جرجير وخس زي ما اتفقنا، وحطينا الفلفل الالوان، شويه بقدونس وكزبره مفرومين، المشروم بعد ما اتسلق نضيفه عندي على السلطه، هو ما فيهاش اي حاجه بقى الا زيت زيتون وتوم وشوية ملح. تعالوا بقى ناخد عندنا الكريمة بتاعت الطهي ونبدأ نحطها على الشوربة ونبدأ نحط شوية ملح صغيرين ونقدر نجيب شوية بقدونس في الآخر. تشربيها كده أو تقدري أنت تضربيها عندك في خلاط تبقى زي الفل. هنديها خلوتين اتنين ونجيب عندي شوية من البقدونس أو الكزبرة، وزي ما اتفقنا العيدان اللي بتطلع ديت كل حاجة بنستفيد منها. العيدان اللي بتطلع ديت بنغسلها ونقدر إن احنا نحطها في مية بتغلي عندي على النار ونبدأ إن احنا نشربها كمشروب جميل جدا ومفيد جدا. اي حد عنده مشكله في امعاء يشتغل في الجهاز الهضمي عموما عليه وعلى الخرشوف في كل حاجه، السلطه ديت مفيده جدا. الناس اللي بتعمل دايت يشتغلوا بقى ياكلوا خرشوف كتير، لان هو بيبقى مشبع جدا وبيقعد فتره وبيقعد فتره في المعده فبيحسك بالشبع، فدي حاجه كويسه جدا. طيب تعالوا تاخد عندنا البقدونس شويه صغيرين اشتغلت فترة أنا في مزارع فأخونا الخرشوف ده كان يومي، كنا بنجيبه طبعا هو له موسم فكنا بنجيبه كده زي ما هو نبدأ إن احنا نشتغل بيه في حاجات كتير جدا. كانت أكتر حاجة بتعجبني فيه بصراحة السلطة، تعملوا سلطة على طول أو بناكله هو أخضر كده. هناخد شوية البقدونس دول ونروح فين عندي على الشوربة ونبدأ إن احنا نضيف عليه شوية ملح كده، بقت على الشوربه عندي بقت زي الفل ما شاء الله. نبدا ان احنا نطلعها. طيب في طاجن